تشكل كروم العنب الجزء الأكبر من الأراضي المزروعة في محافظة الخليل على مساحة تقدر ب 25 ألف دونم. ولأن محصول العنب يشكل مصدر دخل هام للمزارعين في المحافظة، يقام له مهرجان سنوي منذ 6 سنوات، وهنا في حلحول يقام للسنة الثانية على التوالي. دعم المنتج المحلي هذا واجب علينا أصلاً، ونحن كل مسؤولياتنا وكل شغلنا هو لدعم المنتج المحلي وتسويق المنتج الفلسطيني أياً كان توعيته، والعنب من أحد المحاصيل الرئيسية بالوطن. مزارعو العنب في الخليل يواجهون مشكلات مختلفة تتعدى العراقيل الإسرائيلية، منها المبيدات التي يطالبون بتوفيرها، وأخرى لتسهيل تصدير منتجاتهم إلى خارج فلسطين. احنا الرساله بنبعثها لوزاره الزراعه، اهم شيء انها تهتم في قطاع العنب، وخاصه احنا بنواجه مشاكل في الادويه لانه بيحصل عندنا ضرب بالعنب كثير، فاحنا بنطالب منهم بمراقبه الادويه اكثر الدرجه الاولى، كذلك انه يهتموا فينا بالنسبه الى العنب للتصدير الى برا، يهتموا في قطاع الزراعه بدرجه اولى لانه قطاع الزراعه يعتبر انه دخل قوي ودخل مرتب للمواطن. لا يقتصر المهرجان على العنب بأنواعه المختلفة، وإنما أيضا توجد زوايا أخرى خصصت لمنتجات العنب والتي تشتهر بها محافظة الخليل. المشاركة في المهرجان مش بس تسويق، تشبيك وربط علاقات، تعريف المستهلك بجودة منتجنا. ويضم المهرجان الذي بدأ أمس ويستمر 3 أيام زوايا عدة تعكس جزءا من الموروث التراثي والثقافي لفلسطين وللخليل على وجه الخصوص. دنيا نعيم، تلفزيون وطن، مدينة حلحول.